السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد مجموعة الضربات الخاصة باعتراض القبضة اللي اتكلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت، اللي هي ازاي تستخدم مجموعة ضربات ان انت تعترض القبضة من الوصول ليك، سواء بضربات الكوع او بان انت تعرض ان معظم العظام ممكن توقف القبضة من الوصول او تعمل ألم للعظام الخاصة بالقبضة. فازاي تستخدم الضربات دي في اعتراض القبضة، سواء ان انت تستخدم المرفق الكوع او ممكن تستخدم الكف ان انت تعترض القبضة بيه، تمام؟ فاحنا النهاردة ان شاء الله هناخد مجموعة ازاي تعترض اللكمات الامامية او البنشات او ضربات القبضة، سواء كده او كده، الخاصة بالمرفق او الكف الخاص بيك، تمام؟ طبعا اول حاجة ان انت مثلا لو الخصم بيهاجم اعترضت الضربة بكف ايدك بالشكل ده كده اهو، دي اول حاجه، لان مهما كانت قوه القبضه لو جت في كف ايدك مش بتكون مؤذيه او يكون فيها ضرر. يعني اضرب بقوه هنا جامد اهو، مهما كانت ضربه الخصم كفك مش هيأذيك، يعني بحيث ان انت ممكن هو ممكن يتأذي لو انت استخدمت كف ايدك بالشكل المظبوط. تاني، هو مثلا ضرب بالشكل ده كده، لو انت عملت بالشكل ده كده على الخصم يعني انت اعترضت القبضة بكف ايدك او عملت اعاقة لعملية وصول القبضة بكف ايدك وضاغط بالشكل ده كده، ممكن مع قوة دفعته تعمل له ألم في قبضة ايده. تضغط على عظام ايده بالشكل ده كده، هنا هيكون في ألم على ايديه، ومع قوة دفعته انت هنا عملت اعتراض. يعني مش شرط ان انت كمان عملت اعتراض لايده ان انت تضغط على اصابع الايد او على العظام بتاعتها، لا، انت ممكن الاعتراض دوت ان انت عملت عملية اعاقة لضربات الايد، وممكن تستخدم بقى حاجة تانية زي تقنية معينة او اي حاجة مع الاعتراض او الاعاقة اللي انت عملتها دي. يعني ممكن انا اضرب مثلا، انا مش هوري له ان انا ايدي كده اهو عملت اعاقة كده، ممكن امسك واخش اضرب من هنا. يعني انا اهم حاجه اكون عملت اعاقه للقبضه، مش شرط ان انا اتفاداها بتقنيه او حاجه، لا، ممكن اعمل عمليه اعاقه ان انا ابوظ المسار بتاع القبضه وان انا اخش اضرب الاكم انزل واقوم طالع بضربه. ممكن استخدم كل حاجه، يعني ممكن الحاجات ديت استخدمها ان انا اعمل اعاقه للقبضه. ده هنا في موضوع ان انا عملت اعاقه بكف الايد. لو انا هعمل اعاقه لعمليه وصول القبضه بضربات الاكواع اللي احنا اتكلمنا عليها، ممكن هنا وهو بيهاجم بالبطيء بنش اهو، ممكن اعمل اعاقة بالشكل ده كده اني تحاول توصل لان ضربة كوعي هتكون مؤذية لقبضة ايده، تمام؟ يبقى بالشكل ده كده اهو، ممكن اول حاجة اقوم طالع بالشكل ده كده اهو، ان انا عملت اعاقة للقبضة، هو داخل قبضة مستقيمة وقوم طالع عامل اعاقة بالشكل ده كده اهو، فطبعا هيكون في الم لعظام القبضة الخاصة بايد الخصم، فدي اول حاجة ممكن اعمل اعاقة. تاني، ضربة الكوع بالشكل ده كده تاني اهو، واحد، هنا انا عملت اعاقة بالجزئية دي كده بالكوع الصاعد، ممكن اعمل اعاقة تانية اضرب، ممكن اخش اضرب الكوع بالشكل ده كده، طبعا دخلت الكوع دي بالشكل ده برضو عملت له اعاقة في ضربة القبضة، يبقى دي واحد. اتنين، ممكن طبعا استخدم برضو الكوع بالشكل ده كده، الكوع اللي هو ايه المسكاب، مسكاب الكوع او الكوع النازل بالشكل ده كده، اضرب اهو تاني عملت اعاقه ومعايا الديفنس اللي تحت بالشكل ده كده، عملت اعاقه للقبضه ومعايا الديفنس بحيث ان انا ممكن اهاجم وابقى مسكت الجزئيه دي من القبضه. يبقى دي استخدامات الجانج ده الخاصه باعتراض القبضه. دي بتبقى اعتراض بحيث ان انت بتوقف ايد الخصم او بتشتغل على مفاصل الايد، بتضعف مفاصل ايده بحيث ان انت ضربت بالشكل ده كده او بيهاجم تاني قمت انت داخل بالشكل ده كده اهو، او بيهاجم قمت انت طالع بالشكل ده كده ونازل على قبضه ايده. ممكن تعمل له اعاقات كتير في ضربات ايده، يعني معانا كلمه اعاقه ان انت بتعطل الهجمه من الوصول ليك، تمام؟ وممكن برضو قلنا ان احنا بنستخدم الكف بالشكل ده كده، يا اما نضغط على المفاصل لو كف ايده جه للجزئيه دي في نص الكف كده، ممكن نعمل اعاقه بالشكل ده كده ونخش نهاجم نستخدم اللكمات. اما لو ايده مثلا واصله للجزئيه اللي تحت دي كده، فانا كفيل بس ان انا امسك ايده واخش اضرب، اخش لكمات، قبضات، استخدم اي حاجه، تمام؟ وبكده انتهت حلقه النهارده، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وفعل الجرس ولايك شير للفيديو، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.